اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده زي ما انت قريت في العنوان كده بالظبط عندنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان الايفون 12 بقى محبط جدا والفيتشرز بتاعته ما بقتش تستدعي ان انت تغير من ال11 او تغير من موبايل قديم، وهنشرح القصه ديت بالتفصيل. وهنتكلم كمان لاول مره هتشوف فوتج او هتشوف فيديو للظهر بتاع الايفون 12 برو وال 12 برو ماكس، بس طبعا كالمعتاد لو انت مهتم بمحتوى زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، ولو انت مهتم تتابع اخر اخبار ابل واخر اخبار التكنولوجي بشكل عام، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. وعايزين كمان نوصل الفيديو دوت لاكتر من 2000 لايك، فكل اللي هتعمله انت تنزل تحت تعمل لايك. وفي في الديسكريبشن كمان هتلاقي تويتر وفيسبوك وانستجرام، اي حد عنده اي سؤال يكلمني هناك وانا ارد عليه. طيب خلينا نبتدي باول خبر، وهو موضوع ال 120 هرتز او معدل تجدد الشاشه بتاع الايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس. كان في اخبار كتير بتقول ان هو هيجي بشكل اكيد بال 120 هرتز، ودي كانت حاجه كويسه. يعني خليني اقول لك، حتى لو انت مش محتاجها، يعني الفيتشر ديت حتى لو انت مش محتاجها، بس ايه اللي هيقنعك لو انت بتشتري الايفون 12 تروح لل 12 برو؟ الريفريش ريت العالي. ايه اللي هيقنعك تروح من ال 11 برو ماكس او ال 11 برو او حتى ال 11 العادي لل 12 برو او ال 12 برو ماكس؟ الريفريش ريت العالي، انه في فيتشر مش موجوده في كل الاجهزه اللي فاتت بتاعت ابل، ان اول مره ابل تحط معدل تجدد او البروموشن ديسبلاي في اجهزه الايفون، فكان دوت سبب كافي خليك تروح لل 12 برو وال 12 برو ماكس. بس للاسف ابل ما قدرتش تعمل اللي سامسونج عملته في النوت 20، ما قدرتش توفر شاشات اوليد وكمان بالريسيفر بتاعها اللي انا قلت الموضوع دوت قبل كده، بالريسيفر بتاعها اللي يقدر يوصل الشاشه ل 120 هرتز ويعمل سويتش ل 60 هرتز حسب المحتوى اللي بيتعرض. وبنسبه كبيره طبعا الكلام ده هيبقى متوفر على السنه الجديده في الايفون 13 بقى وال 13 برو والقصه ديت، وهنتكلم طبعا عنها في الفيديوهات اللي جايه، فاتاكد انك عامل سبسكرايب عشان تتابع. نيجي بقى للنقطه الثانيه المهمه، والاول مره فيديو للظهر بتاع الايفون 12 برو او ال 12 برو ماكس زي ما انت شايف قدامك كده، وديت نسخه حقيقيه من داخل المصنع. عندي عليها تعليقات كتير قوي هنتكلم فيها. اول حاجه السكوير ديزاين اللي انت شايفه دوت والايدجز اللي معموله بشكل سكوير دوت، ديزاين ممتاز جدا، وحاسس ان هو غريب رغم ان هو شبه الايفون 11 برو او ال 11 برو ماكس، بس الايدجز لما اتشطفت كده ولما بقت سكوير ديزاين بقت ممتازه جدا. اللي مش عاجبني في الديزاين دوت هو شكل الكاميرات او سيت اب الكاميرات اللي بره. سيت اب الكاميرات اللي بره اللي ورا تيبيكال لل 11 برو وال 11 برو ماكس، بس اللايدر سيستم اللي هو الجزء الاسود دوت كان في طريقه احسن من كده يتحط فيها. يعني انا كنت شايف انه الصح انه يبقى زي الشكل اللي انت شايفه قدامك دوت، اللايدر سيستم يكبر وياخد جزء اسود وفي النص يتحط الفلاش ويتحط المايك، انما الشكل بتاع السيت اب مش عاجبني خالص. وللاسف يعني الايفون حتى اول ما الايفون اكس ما كانش عاجبني شكل السيت اب الكاميرات بتاعته اللي هي بالطول ديت، بس بعد فتره بتعتاد على شكل الايفون وكل الشركات بتقلده، حتى لو مش قبل هي اول مره تعمل الديزاين دوت، عشان بلاقي الكومنتات بتتكتب على طول في القصه ديت. عايز اقول بقى شرح بسيط لللايدر سيستم، لان اخر مره شرحناه كان من شهر تقريبا او من شهرين. اللايدر سيستم ببساطه او الجزء الاسود اللي انت شايفه دوت بيطلع شعاع ليزر وبيرجعه تاني. طيب هتقول لي دوت هيفيدني بايه؟ الوقت اللي طلع فيه شعاع الليزر على الاوبجكت اللي قدامه او على الشخص او على الصوره او على الحائط بيرجع تاني في زمن معين. من خلال الزمن دوت بيقدر يحسب المسافه اللي ما بين الكاميرا او ما بين اللايدر سيستم والاوبجكت دوت، ودوت هيساعده بكل بساطه في البورتريت فوتو، الصور اللي هي بتتعزل عن الخلفيه، وهيساعده كمان في الفوكس، الفوكس هيبقى اسرع واحسن من الايفون 11 برو وال 11 برو ماكس، وهيساعده كمان في البورتريت فيديو. وديت توقع شخص مني ان الاول مره هنشوف عزل في الفيديوهات في الايفون. انا عارف حصلت قبل كده في موبايلات سامسونج وموجوده في النوت 20 والنوت 20 الترا. خليني اقول لك بقى ليه انا بقول على الايفون 12 محبط، رغم ان انا قلت في الاول مش بس فكره ان الموبايل مش جايب 120 هرتز، رغم ان انا شخصيا وقلت الكلام دوت في الفيديوهات اللي قبل كده انا مش مهتم بال 120 هرتز، بس كمان النوتش هتفضل بنفس السايز وبرضه انا شخصيا مش مهتم. بس الفكره انه انت ايه الجديد؟ يعني انا حاسس ان ابل ما عملتش اي حاجه، انا حاسس فعلا ان هو ايفون 11 اس، يعني مش ايفون 12 حتى، يمكن حتى ما اقدرش اقول عليه ايفون 11 اس، انا حاسه ايفون 11 بس متخفي في اسم جديد. فلما تاخد موبايل بنفس النوتش وبنفس معدل تجدد الشاشه والحاجه الجديده الوحيده في الموبايل هو اللايدر سيستم اللي لغايه دلوقتي ما شفتلوش فعاليه اكيده وما شفتلوش استخدام قوي في الايباد اللي نزل بتاع 2020، فانا حاسس ان الموبايل دوت ما يستحقش اي حد يشتري
من الناس اللي معاها ايفون. انما طبعا لو انت ناوي تشتري ايفون وانت معاك موبايل اندرويد، فالموبايل دوت ممتاز جدا وتروح على ال 12 على طول. عايز اسمع رايكم كده في الكومنتات، هل انت مبهور بالايفون 12 برو؟ خلاص انت بتتكلم ديت النسخه النهائيه، فعايز اسمع رايكم في الكومنتات، كل واحد يكتب رايه. هل شايف ان الايفون 12 برو بكل السبيكس اللي انا قلت لك عليها دلوقتي او بشكله النهائي يستحق ان حد يشتريه ولا لا؟ وانت شخصيا متحمس تشتري ولا لا؟ الناس كلها تكتب رأيها في الكومنتات. وبس كده، انا كده قلت كل اللي عندي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو انت مهتم بمحتوى زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ما تنساش تعمل سبسكرايب، وهتلاقي عندك في الديسكريبشن تويتر وانستجرام وفيسبوك، كلموني هناك وانا هرد عليكم.